دائما دائما نحرص بصباحنا انه نضوي على المشاريع اللي دائما هي عم تعمل اكتفاء ذاتي لي مو بس لاصحابها لعيال كثير. واليوم اكيد رح نضوي على مشروع جدا مهم، رح ندور على مشاريع الشباب ونقدم لهم الدعم، وخاصة الشباب اللي بمشاريعهم عم يقدموا فائدة كتير كبيرة للبلد. اليوم ضيفنا ساعة من خلال مشروعه الخاص انه يوصل لبيئة خضراء بعيدة عن كل المواد الكيميائية وبالتالي تحقيق التنمية المستدامة. اليوم هذا المشروع لقى قبول كتير واهتمام كتير من الأشخاص المهتمين بمجال الزراعة. وقت منقول عن المشروع واكتفاء ذاتي أكيد نحن عم نحكي عن رفع مستوى الاقتصادي للبلد. أكيد يا هادي. أكيد، ونحن فخورين رشا بشبابنا بإنجازاتهم الكتيرة بمختلف مجالات الحياة. واليوم مشاهدينا ضيفنا مميز جريح حرب ولكن إرادته كانت أقوى من كل الظروف. اليوم رح نتعرف أكثر على مشروع المميز يلي سعى من خلاله ليغطي أكبر مساحة من الأراضي الذهب الأسود أو مثل ما معروف بإنتاج الأسمدة العضوية عن طريق الديدان. خلوني رحب بضيفنا اللي صار ضمن الاستوديو صاحب مشروع الكومبوست أو الذهب الأسود السيد سليمان أحمد موسى. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. يسعد صباحك، أهلا وسهلا بحضرتك. الحمد لله على سلامتك من سفرك ومن إصابتك. الله يسلمك. اهلا وسهلا استاذ. اليوم عم نحكي عن مشروع جدا مهم، اهم شيء اليوم صديق للبيئه ضمن ظروف التلوث يلي نحن عم نعيشها. نحكي عن انطلاق هذا المشروع والتطور خلال الايام. تماما، هو مشروع جديد كان بالفترات الاولى، هو عباره عن تربيه ديدان وانتاج اسمدة عضوي. هذا المشروع بلش معي باصابتي والحمد لله، يعني بعد فتره من الاصابه وبعد فتره من التجارب العلميه اللي وصلنا له بهذا المشروع صار في تطورات كثيرة بالمشروع وصار في استمرارية، صار في قبول للناس بالمشروع، أخص المهندسين الزراعيين الفلاحين طلاب الهندسة الزراعي، صار في ندوات تعريفية وصار في ثقافة أعلى بهذا المشروع. هذا السبب اللي خلاه أنه نطور هذا المشروع ويكون عن جد عم يغطي أكبر مساحات من أراضي الجمهورية العربية السورية. تمام. ويمكن قبل الهوى خبرتنا حضرتك أنه المشروع تقريبا له 4 سنين ونص. خلينا نوضح أكثر للمشاهدين اليوم من وين إجتك الفكرة، كيف قدرت تنجز هذا المشروع؟ هلا الفكرة كانت مرتبطة بالإصابة، يعني الإصابة هي كانت سبب النجاح. ما بقولوا الواحد انه خلاص انه تساوى بقعد، لا، انه في شيء لازم انه تعملوه لحتى تنسى اصابتك تنسى المك. فالمشروع هو كان سبب. هلا سبب نجاح المشروع انا برجع بقوله هو الالم والاصابه اللي هي نبعت الفكره وهي اللي خلتني استمر وهي اللي خلتني ابحث اكثر بهذا المجال. هلا الفكره اجتني من شخص خارج البلد لانه المشروع ما كان متطور عندنا ولا كان له المعرفه الزائده بالبلد هون. فلما انا بحثت فيه انا كنت اخذه من باب التسليه للمشروع، يعني كنت عم بتسلى انا والديدان، عارف طبيعه الدوده كيف عايشه بما انه مشروع جديد. فانا كنت سنه تقريبا كامله قاعد انا والدود عم نحكي عم نشوف عم يعني عم اعرف كل شيء عنا، كيف طبيعتها، كيف بتتاقلم عنا بالبيئه، كيف بتعيش، كيف بتتكاثر. وشوي شوي بلش التطور، بلش الانتشار، بلشت المزارع تكتر، وهون بلشنا بانطلاقه كثير كبيره. دائما الانطلاقات ببدايه اي مشروع نحن بنعمله دائما، حتى لو كنا كثير دارسين صح مثل ما بيقولوا حاطين الخطوات الاساسيه للنجاح، ممكن يصير بعض المخاوف انه انا بهي الناحيه او بنقطه ما ممكن يصير عثره او يصير مخاوف او هيك، يعني اشكال بسيط. تمام. هل كان يوم هيك كان تركيزك على بعض المخاوف؟ لا، المخاوف كنت احاول اني اتخطاها، لأن المخاوف اليوم لما بدك تحسب الحساب فأنا توني رح توقف عن نقطة معينة، بينما المخاوف لما أنت رح تحسب أنك كيف بدك تحلها فهون أكيد رح تجتازها. وأنا اجتزت كتير مخاطر وكتير مخاوف وكتير كان في سلبيات، وبرجع بقولها للمرة الثانية هي اللي بقولها أن الناس اللي كانت أخذ الموضوع بسخرية تامة انه انا عم ربي دود، يمكن كانت نسبتهم كثير كبيره، كانت نسبتهم عاليه كثير كثير، ولانه بدهم يحبطوا معنوياتي بهذا المشروع كنت تركته من اول اسبوع او من اول شهر. صح. ولكن كان كل ما شفت حدا عم ينظر الي نظره سلبيه بتربيه هذا المشروع الغريب كان هذا دافع اقوى. واليوم كل واحد منهم من هالاشخاص هذول صار عندهم مشروع تقريبا، في منهم صار عندهم وفي منهم عم يحاولوا قدر المستطاع انه يحصلوا على هذا المشروع وكون انا المشرف على المزارع طبعا.
أكيد بنحييك كثير على إرادتك الكبيرة اليوم. خلينا نحكي كل مشروع أو فكرة ببداياته وبخطواته الأولى بيكون بحاجة لدعم، هالدعم ممكن يكون إن كان معنوي أو كان دعم مادي، خبرنا أكثر ببداية مشروعك مين كان الدعم لك؟ كان في أشخاص مقربين داعمين أو جهات معينة قدمت لك المساعدة بالمشروع؟ تمام، أنا ما بيخلى الموضوع من جهات داعمة، الجهات الداعمة كانت معنوية قدر الإمكان، يعني ما كانت الجهات الداعمة ماديا، يعني كانت معنوية بأكثر من أشخاص مثل أهلي أصدقائي المقربين، أكثر شيء لإلي كانوا هن يشجعوني أنه تابع لا توقف أنه خليك بهاي المشروع وتابع، والحمد لله تابعت. أما ماديا كنت أنا عامل على وضع خطة إنتاجية، كانت قريبة الأمد، في خطط إنتاجية كانت بعيدة الأمد من أيام اللي بلشت المشروع اليوم أنا عم بحصدها. القريبة الأمد كانت هي الدافع لحتى خلتني استمر إنه أعمل مزرعات 2 3 4 5 وما بعد، كان هذا الوضع المادي اللي كنت عم أعيشه أنا مع المشروع، فكان كل شيء كان موضوع له خطط، والحمد لله اليوم وصلت للخطة الطويلة الأمد، ولسه في خطط إنتاجية أحلى، خطط إنتاجية أكبر، مو بس إلي إلي ولكل الأشخاص اللي عم يشتغلوا معي بالمشروع الذهب الأسود. سيد سليمان، طالما نحن عم نحكي عن خطط، عم نحكي خلينا هيك نشرح أكثر لكل حدا اليوم رافقنا بصباحنا عن خطة العمل، كيف بلشت بالمشروع، شو هي أهم الخطوات الأولى، يعني خلينا هيك نعتبر مشروع مصغر عم تشرح لنا عنه أكثر. هلا هو المشروع مثل ما حكينا اول ما بلشت فيه بلشت ضمن احواض صغيره بمزرعه عند احد الاشخاص اللي كان هو كثير داعم لإلي، وقف معي بهذا الموضوع، فبلشت انا وياه بتربيه هذا المشروع، بلشت اعمل عليه ابحاث انا وياه، بلشت اعمل ابحاث عنده، كان هو عباره عن احواض، بعد فتره عملنا مزرعه ثانيه، بعد فتره عملنا مزرعه ثالثه، نحن عملنا على الخطوه الاولى او الخطه الاولى اللي كانت هي كيف بدنا نخلي هيدا الدود يتكاثر عنا، بما انه هيدا الدود مستورد ما انه من طبيعتنا، من عنا من ارضنا. الدود هو عباره عن نوعين، تايجر ورد. هلا هو العلماء من بين 2600 نوع من الدود اكتشفوا انه هي الدودتين الوحيدات اللي بجسمها في ماده اسمها الكاستين هي اللي قادره تحول جميع المخلفات العضوية لأقوى سماد عضوي. هذا الشيء عطيها سعر تماماً، عطيها سعر عالي، وخاصة أنه اليوم أنا وقفت أنه ما حدا اليوم بسوريا بحاجة أنه يستورد ديدان من برا. اليوم إنتاجنا صار محلي، صار عندي كميات هائلة من الدود بسبب أنه التجربة الأولى اللي تخطيتها هي عملية تكاثر الديدان، كيف بدك تحافظ على هاي المادة بجسمك، كيف بده يكون عندك تكاثر أعلى، نسب تكاثر أعلى، كلياته مرتبط بكمية الغذاء، تربية، نوع، المكان، رطوبة، يعني كل هدول الأشياء مرتبطة بنجاح المشروع إن كان وين ما كانت المزرعة بأي محافظة. يعني كان أول شيء أول فترة جدا متعب لقدرت تأسس صح. تماما، سنتين ونص وأنا على تجارب، سنتين ونص، يعني اليوم أنا ما فيني إجي أقنعك بمشروع فرضا ديدان إذا ما كنت أنا واثق 100% أنه التجارب لو وصلت لها قادرة أنها تحل أي مشكلة عندي، لأنه اليوم واجهتنا كثير مشاكل ببعض المزارع، لولا التجارب أنا اللي وصلت لها اليوم ماني قادر حل ولا مشكلة، فهون راح تكون خسارة، راح يكون هون في تراجع. تمام، أما اليوم لما أنا أي مشكلة عم تواجه أي مزرعة عندي الحل المناسب خلال 24 ساعة، الحل موجود أو فريق من المهندسين موجود أو أنا موجود عم نحل المشكلة، هذا دافع أقوى ليقوى هو والأشخاص اللي حواليه أو اللي معه اللي حابين أنه كمان يعملوا نفس المشروع. يمكن بسبب هاي الإنتاجية ما عاد احتجتوا يمكن تستوردوا ديدان بهالموضوع؟ لا أبدا احتجتوا. طيب خلينا نحكي اليوم أكيد في اختصاصات بهذا المشروع، نوضح شو هن الاختصاصيين الزراعيين الموجودين، كيف عم بيكون دورهم اليوم بانتعاش هذا المشروع؟ هلا نحن بلشنا لما كان في معرض جامعة تشرين، تمام، كنت مشارك أنا بهذا المعرض، هون بلش عندي عملية تشكيل الفريق، هالحكي عمره شي سنة ونص تقريبا. لما بلشت تشكيل الفريق شكلته بطلاب هندسي زراعي أول شيء، في منن اللي عملوا مزارع واستمروا خبروا رفقاتهم عن المشروع، بلشت أعمل ندوات تعريفية، ندوات تثقيفية عن المشروع، بلشت تزداد المزارع، هون بلشت أنا أشكل فريق مختص من مهندسين خريجين ومن طلاب هندسي زراعي. تمام، خلينا ناخذ مواقف صحة وهنا صح. قد ايه المشروع حلو هادي، يعني بخلينا شوف قديش في ناس عم تستفيد من هاي القصة. أكيد مش مشروب مي عادي. تفضل.
خاصة ضمن الظروف اللي مرقت على سوريا، يمكن كنا بحاجة لهي المشاريع إن كان متوسطة أو صغيرة. طبعاً. وأكيد اليوم نحن وقت عم نحكي عن هذا المشروع عم نقول اكتفاء ذاتي، عم نقول في عيال كتير اليوم عايشة من وراء هذا المشروع، قدرت يعني تكون المصدر الدخل الوحيد لإلها وكانت مكتفية ذاتيا. خلينا نحكي عن الناس اللي حواليك اللي دخلوا بهي التجربة على الاكتفاء الذاتي، قديش اليوم هيك حلو انه نحن نعتمد على انفسنا بهي النقاط جدا بسيطة. تمام. هلا كثير هذا الموضوع فينا نقول نحن ما تعذبنا بالفترات الأولى لحتى نشرنا ثقافة هذا المشروع لحتى الناس اقتنعت. اليوم سبب نجاح هذا المشروع بالدرجة الأولى هو ثقة الناس، محبة الناس، الصدق والتعامل اللي صار بهذا المشروع هو كان دافع كتير قوي لحتى نحن نكبر ونكتر. كم عائلة اليوم عم يستفيدوا من المشروع تقريبا؟ فينا نقول فوق المئة عائلة، فينا نقول فوق 300 شخص أو 400 شخص عم يستفادوا من مشروع الذهب الأسود. من اليوم أمن فرص عمل لكتير عائلات. اليوم نحن عملنا فرص لطلاب جامعيين بالمشروع. اليوم عندي فريق من المهندسين والطلاب يتجاوز 100 مهندس وطالب، هدول كليات معنا بالمشروع. شكلنا فرق بالمحافظات، فريق مهندسين مختص انه هو بالمزارع اللي بمحافظة طرطوس فرضا، فريق مختص بمزارع جبلي، مزارع لاتقي، كل محافظة فيها فريق. العائلات اللي عم تستفاد هي عائلات الأشخاص اللي بلشوا بهذا المشروع، والمبادرات اللي نحن عم نقوم فيها كمشروع ذهب أسود. كل شهر عنا مبادرة أما لجريح وطن أو لأسرة شهيد أو لطالب هندسي زراعي من عائلة متوسطة بحاجة لدخل زائد أو بحاجة هو ليكفي مصروف جامعته، فهون أنا كل شهر عم قوم بمزرعة مجاني لأحد الأشخاص. تمام، يعطيكم ألف عافية. سيد سليمان، يمكن خلال حديثك ذكرت أنه شغلتوا مزارع كثيرة، اليوم يمكن كتار اللي عم يتابعونا وحابين يعرفوا كيف عم يتم تجهيز الأراضي الزراعية حتى يكون الشغل ناجح بتوليد أو إكثار الأسمدة العضوية اللي بتعطيها دودة داخل التربة. خلينا نوضح هي التفاصيل لكل حدا عم يتابعنا. تماما. هلا نحن ديدان لما عم نربيها بالأحواض، أول خطوة عم نشتغل عليها هي عملية تكاثر الدود. بسبب غلاء سعر الدود وحاجياتنا نحن لكميات كبيرة، فأنا الخطة اللي عم بوضعها لكل مزرعة هي الخطة اللي بلشت فيها. اليوم أي مزرعة عم خليها تتعب على مزرعتها لمدة 6 شهور لحتى يصير في عنده عدد كافي وافي من الديدان اللي قادرة أن تستخرج كمية من السماد تغطي له أرضه مهما كانت، إن كانت بيوت بلاستيكية أو أراضي زراعية. اليوم نحن لما الديدان عم تشتغل على هذا الموضوع، عم تتغذى فرضاً على الكربون العضوي مثل الكرتون، عم تتغذى على الخضار والفواكه اللي مضروبة، تتغذى على رواس الحيوانات، هي رح تنتج بعد 45 يوم رح تنتج سماد عضوي. يتم عمليه قطاف سماد العضوي. الكل هون بيستغرب دائما انه نحن كيف بدنا نقطف سماد عضوي من بيئه فيها ديدان. العمليه كثير سهله، عباره عن تجربه صغيره نحن وصلنا لها بوضع نوع من الطعام مع خلطه معينه بزوايا الاحواض، بينتقل الدود مباشره عليها. خلال يومين البيئه بتكون فاضيه من الديدان، علينا نحن بانه نزيل هذا السماد، نشيله ناخذه على مكانات فصلتها انا هي الغربال، يتغربل هذا السماد، السماد بينفرز لحال، إذا باقي ديدان بينفرز لحال، عندك شرانق الدود كمان بينفرز لحال، شرانق والدود بيرجع، السماد بيروح. عملية تسميد الأراضي هي على نوعين، نوع تسميد بالفيرمي كومبوست اللي هو مستخلص من الدودي اللي هو براز الدودي فينا نقول، أو هو اللي عم تستخرج الدودي، وفي عندنا شايل فيرمي. شايل فيرمي هي عبارة عن سائل نحن عم نستخلصه من الفيرمي كومبوست نفسه. في عنا طريقتين، إما نرش الأراضي الزراعية بالفيرمي كومبوست تسميدها بكميات معينة، أو بالمرحلة الثانية هي سقايتها بشاي الفيرمي اللي نحن عم نستخلصه. كمان الشاي الفيرمي هي عبارة عن مسمد ورقي، هي عبارة عن مكافح للحشرات للآفات، يعني فينا نستخدمه بأكثر من مرحلة، يعني فينا نشتغل بهذا الموضوع بكثير خطط، وكل أرض زراعي إلى كمية محددة لازم نحطها، كل أشجار إلى كمية محددة بتختلف من محافظة لمحافظة. هذا الموضوع كلياته بيرجع للدراسة اللي أنا عاملها لحتى حدد شو الكمية اللي بدنا نحطها. ودائما نحن أي أرض زراعي نسمده بالفيرمي كومبوست ومسكية بالشاي رح تعطينا منتج نظيف بالسنة الأولى، السنة الثانية رح تعطينا منتج عضوي 100%. قديه اليوم مهم فريق العمل، وحضرتك اكيد عم تشتغل ضمن مجموعه وفريق متكامل، كل حدا فيكم له مهمه خاصه فيه اكيد، يعني اذا هيك بدنا نقول كعدد قديه عدد الفريق الواحد لكل مشروع؟ هلا الفريق الواحد فيك تقول انه نحن لما بنطلع
مثلا طلعت انا بدي افرش مزرعه طالع معي فريق تقريبا 20 25 شخص هدول طالعين معي، في فريق ثاني بيكون بمحافظه ثانيه، كمان كل فريق معه فريق اعلامي، كاميرات، مذيعه، مصور. حلو، هون عم نحكي عن نقطه الترويج للمشروع. تماما، نحن في عندنا فريق اعلامي مختص، عندنا فريق من الحقوقيين المحاميين، هدول العقود انه باي مزرعه بتصير في نحن عقود شراكه بتصير بيناتنا مثبته بالمحكمه وبالمالي. عندنا فريق مختص هو اللي بيطلع بيفرش، عندنا فريق من العمال، يعني حتى نحن مو بس طلاب الجامعه او الخريجين عم نأمن فرص عمل، لا، عم نأمن فرص عمل لكل شخص بحاجه للعمل. يعني اي شخص، يعني اليوم انا عندي مهندسين عم يشتغلوا كعمال، وعندي عمال تفوقوا على المهندسين، صار عندهم خبرة، صار عندهم خبرة تمام كثر التجارب. إذا بدنا نقول عن الترويج للمشروع، أول شيء بداية المشروع أكيد اليوم رحت للترويج له لنشر ثقافته ونشر الفكرة لتقدر تستقطب أكثر عدد من العاملين بمجال الزراعة. اليوم يمكن صار المشروع أرياح وصار إعلاميا تماماً معروف أكثر. اليوم لسه عم تشتغلوا على فكرة الترويج أو لا؟ خلص صارت الناس هي اللي تتواصل معكم؟ الناس هي اللي عم تروج، مو نحن. ثقة الناس ومحبة الناس مثل ما حكينا والمصداقية اللي عم تكون بالعمل هي أكبر ترويج وأكبر داعم لإلك لحتى يكون مشروعك مستمر. لما رح يكون في ما رح يكون في صدق، ما رح يكون في اهتمام بالمشروع، رح تتخلى عن مشروعك أنت، الناس رح تنفر منك أكيد. هون رح يكون في دافع سلبي وخطوات للوراء، هون بدك ترجع أنت تفكر تروج، فأنت هون إنسان فاشل. فلا، نحن الفشل ما بنعرفه. الفريق عبارة عن سليمان كيف كان سليمان لحال عم يأسس لمشروع ضمن سنتين ونص، واليوم سليمان عم يضم فريق لو كان من 100 مهندس ومهندسة فالفريق كله واحد، فريق أكيد. كله سليمان، يعني كل شخص بهذا الفريق هو أنا. تمام، وهذا الشيء اللي عم بتابع عليه أنا. تمام سيد سليمان، يعني اليوم كل حدا عم يتابعنا وحابب ينضم للفريق وللمشروع، كيف يتم التواصل معكم أو شو هي شروط الانضمام؟ في أعمار معينة أو اختصاصات أنتم اليوم تطلبوها؟ تماما، نحن بدنا هلا اليوم نحن بتطور المشروع، نحن عم نتجه، نحن مو بس بالبلد، نحن عم نتجه للعالمي. يعني نحن اليوم بحاجة لخريجين مهندسين، لطلاب ماجستير، لطلاب عم يدرسوا دكتوراه، عم يعطوا حتى، يعني في فكرة هون كمان بدي اوضحها انه هي عبر قناة الإخبارية، انه اي طالب دكتوراه او ماجستير عم يعمل بحث او بده يقدم رسالة الدكتوراه بمشروع الفيرمي كومبوست بيتواصل معي عبر الصفحة او الارقام اللي موجودة، وبياخذ من عندي كمية ديدان كافية ووافية ليغطي حلقة البحث او ليغطي الرسالة اللي بده يقدمها، وبياخذ مني تجربة، وبياخذ مني اي موضوع بده اياه كرمال الرسالة، وهذا مجانا. لانه اليوم كثير في طلاب عم تتعذب بهذا الموضوع، وفينا نقول عم يلاقوا انه كثير صعوبة بالحصول على الديدان، فانا بدي اقدمه مجانا لكل حدا حابب انه يعمل رسالة بهذا المشروع. فبنرجع لموضوع انه الاختصاصيين، احنا بحاجة اختصاصيين، انه اليوم احنا لما بدنا نطلع لأي دولة برا ننشر ثقافة هذا المشروع بدك اختصاص يعرف يتعامل مع الناس، انه هو راح يتعامل كمان مع دكاترة او راح مع كبار بالزراعة، فراح يكون واثق من كل كلمة، راح يكون عايش معي كل تجربة، وراح يكون عنده القدرة للإقناع بهذا المشروع. أكيد، ونحن بدورنا بنتمنى لكم كل التوفيق بهذا المشروع. دائما نحن بنقول المشاريع الصديقة البيئة هي من المشاريع جدا مهمة بالبلد. نورت صباحنا سيد سليمان، الحمد لله على سلامتك مرة ثانية، فخورين بإصابتك وبعملك وبمشروعك، وهيك ناطرينك بمشاريع جديدة وأفكار جديدة. شكرا لحضورك. أهلا وسهلا. أكيد بالختام صاحب مشروع الكومبوست أو الذهب الأسود السيد سليمان أحمد موسى، أهلا وسهلا فيك ونورت صباحنا. شكرا كثير.